أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان على عدد من الجنائز، هل له في كل جنازة قيراط أم في مجموعها؟ حسب نيته، إذا نواها جميعاً فالله لا يضيع أجر المحسنين، إذا نواها جميعاً. أما إذا نوى واحدة، جاي نبي صلي على فلان ولا نوى غيره، يؤجر عليه فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.